السنة دي زي كل سنة المنافسة في رمضان شرسة جدا، بس في طعم جديد هيظهر مع نجوم تعودنا انهم يكونوا مشاركين في بطولات الاعمال مع النجوم الكبار زي عادل امام، يسرى، احمد السقا او حتى احمد عز وغيرهم. الكل مستني يشوف خاصة نجوم الكوميديا. عندك مثلا علي ربيع هيقوم ببطولة مطلقة لأول مرة، الكل طبعا مستنيه، وكمان غيره كتير من النجوم. لكن خلينا أقول لكم إن الاسم الأهم واللي نال اهتمام كل الصحافة وكل مواقع السوشيال ميديا كان هو دينا الشربيني. دينا الشربيني هتقدم للمرة الأولى مسلسل من بطولتها، حتى في صحفيين سألوا ليه دلوقتي مش قبل كده، ولكن ربطوا بين الموضوع ده والعلاقة اللي بتربطها بالهضبة عمرو دياب. لا، وعايز أقول لكم كمان إن زيارة عمرو دياب للوكيشن تصوير دينا الشربيني كانت ترند على كل الأخبار، ويمكن كمان اتقال إن عمرو دياب هو السبب في إن دينا تغير اسم مسلسلها من معجزة لمليكة، وهي الشخصية اللي بتلعبها دينا في المسلسل. عموما كل ده بيصب في مصلحة المشاهد أولا، وكمان بيحفز النجوم إنهم يقدموا الأفضل، وبيخلي ما يحصلش رتابة إنه يفضل نفس النجم كل سنة على الشاشة قدام. لكن مين هم النجوم الجدد اللي هيشيلوا مسلسل بكامله من الألف إلى الياء؟ هنشوف ده في رمضان اللي جاي. دينا الشربيني بتتحدى المرأة السوداء للشريعة عادل، أما باسل خياط فقطع تذكرة ذهاب وعودة على متن الرحلة 71 في طريقه لمنافسة كريم فهمي اللي بقى وجوده في رمضان أمر واقع. دي حكاية أربع أسماء هتتحمل أول مرة مسؤولية مسلسل من بطولتها في دراما رمضان. طول الوقت بتقولين أنا اتغيرت. أيوة أنا اتغيرت، وإنت كمان على فكرة. دينا الشربيني هي النجمة الأولى لمسلسل المعجزة واللي اتغير اسمه لمليكة، وبيشاركها بطولة المسلسل مصطفى فهمي ومحمد شاهين. دينا ما اكتفتش بالبطولة المطلقة لمسلسل مليكة، وهتظهر في عمل رمضاني تاني وهو مسلسل أبو عمر المصري مع أحمد عز. أنا شايفة أنك توفر كلامك لحد ما نخش، لما تقعد معي بقى قرر أنت عايز إيه. أما شيري عادل فبتتحمل مسؤولية مسلسل المرأة السوداء واللي بيشاركها بطولته شريف سلامة وهاني عادل، وهتواجه دينا وشيري منافسة شرسة من مسلسلات أسماء بارزة في البطولة النسائية منهم نيلي كريم ويسرى. أنت بتزعق في البيت قدامي كده ليه؟ في إيه؟ أنا عايز أتجوز منها. أنا بتتجوز مين؟ عايز اتجوز منها عمتي. الحساب يجمع ليسرى واحد من الرسالات اللي شهدت تألق كريم فهمي وخلته يوصل للبطولة المطلقة بالدراما من خلال مسلسل أمر واقع. المسلسل بيشارك في بطولته دينا فؤاد ونيكولا معوض ونجلاء بدر. مين رياض؟ مين رياض؟ رياض يا أمير، مش رياض، يعني عايز صغير. خلاص بقى. وعندك وقت كمان تخفف دم؟ أنا رح أقلك مين أنا؟ أنا اللي خليت أنت مع اليوم اللي ولدت فيه. أما باسل خياط فرغم تقديمه لبطولات في الدراما السورية إلا إن مسلسل الرحلة 71 هو أول بطولاته في مصر بعد ما شارك آسر ياسين بطولة 30 يوم في رمضان 2017. قبلها قدم باسل أكتر من عمل مصري، منهم السيدة الأولى مع غادة عبد الرازق، وكان تألقه الكبير من خلال مسلسل طريقي مع شيرين عبد الوهاب. هتحارب عشاني ومش هتيجي تقول. دينا الشربيني، شيري عادل، كريم فهمي، وباسل خياط، أربع أسماء هنشوف مين فيهم هيقدر يكون فرس الرهان الكسبان ويكرر تجربة ياسر جلال في رمضان الماضي.